طلعوها وين؟ طلعتوا موجودة؟ وينها؟ طلعوها الإعلام حتى الناس تفتهم. والأسلحة اللي اعترافات صح التعديل والأسلحة صح لقوا أنت والله العظيم أحلف بالله أحلف بالله لو عندنا سلاح في البحرين والصواريخ اللي طلعوها والكسوة قسم بالله لو عندنا سلاح في البحرين أخليتهم في البحرين دقيقة واحدة وقسم بالله أحلف لك بالله لو عندنا سلاح ما أظن ولا واحد من هالمرتزقة اللي موجودين في البحرين حتى الجيش السعودي ما في البحرين دقيقة إلا لو في سلاح في البحرين وقسم بالله لو في سلاح ما أظن الخليجية الوحيدة اللي تستعينوا بمرتزقة ضد شعبكم بالإمارات ما بيها شرطي برا الإماراتي معزز ببلده البحراني درجة ثالثة ببلده تجيبون الباكستاني والسوري والهندي واليمني تجندوهم وتسووهم شرطة ويقتلون أبناء الشعب القاضي اللي يحكم مصري والشرطي باكستاني والمحكوم بحريني بس هاي يا دولة هاي تصيروا مثل الخليج تصيروا مثل الكويت تصيروا مثل الإمارات تصيروا مثل عمان احترموا شعبكم الشعب تعملوا درجة رابعة أهل البلد الأصليين هالخليفة جاوا من السفارة مو بحرنا وانتم من وين من قطر من وين ها أهل البحرين منين جايين من حضارة دلمون منين من البصرة البحرين من السكان الأصليين البحرين من السكان الأصليين من السكان الأصليين شوف الحسين البحرين من السكان الأصليين المحمرة عرب المحمرة عرب العراق العراقيين مو عرب شكلها عرب العراقيين بعد عرب البحرين قبل التاريخ موجودة ولا قبل ما يصير الإسلام منو خلى عليها مو الرسول صلى الله عليه وسلم خلى أبو علاء الحضرمي أول والي على الإسلام أهل البحرين من البداية اختاروا المذهب الشيعي هو أهل التجار ومسجد الخميس شاهد راجع مسجد الخميس ايش مكتوب عليه البحرين مها محمد علي فاطمة حسن حسين مسجد الخميس وين حرب التاريخ يا اخوي وين حرب التاريخ اخي سالك يقول لك من استوى ولا بس حاجه حسن الاربعينات الاغلبيه السنه كانوا موجودين